يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم. حلقه جديده ابتديها معاكم السادسه، تحياتي في بدايه الحلقه لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا النهارده. تقدر تقول بدايه مرحله الحسم، خلينا نقول انه الاهلي قفل صفحه افريقيا على مستوى البطوله، طبعا مش على مستوى الاحتفالات. انا عارف ان البطوله دي غاليه وما زالت اجواءها ولحظاتها ومواقفها جمهور الاهلي عايشها لغايه دلوقتي، وما زالت احتفالات الجماهير مستمره بيها لانها بطوله من اصعب البطولات الحقيقه، والدراما فيها كانت عاليه شويه. لكن خلينا نقفل صفحه البطوله على مستوى المنافسه، يعني خلوا الاحتفالات للجماهير شغاله، لكن على مستوى المنافسه احنا داخلين على مرحله مهمه جدا من حسم لقب الدوري. الاهلي بياخد خلال الفتره المقبله بدايه من يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله مبارياته الخمسه الفاصله في حسم اللقب. ليه بقول كده؟ لانه الاهلي يحتاج فقط لا غير الى الفوز خمس مباريات، 15 نقطة تكفي لحسم اللقب رسميا قبل نهاية الدوري بخمس أسابيع أو بخمس مباريات هتكون متبقية للأهلي. فإن شاء الله المرحلة الجاية مهمة جدا تستدعي تماما إن احنا نفصل عن أجواء الاحتفالات ببطولة أفريقيا ونركز أكتر في اللي جاي. عندنا ست ماتشات هنلعبهم من هنا أعتقد لغاية يوم 8/7، خمس مباريات في الدوري ومباراة وحيدة يبدأ بيها الأهلي مشواره في كأس مصر مع منتخب السويس. وتعالوا نوريكم كده جدول مباريات الاهلي في الفتره اللي جايه. يوم الخميس ان شاء الله اللي جاي هتبقى عوده الاهلي للمباريات الرسميه مره ثانيه بمواجهه حرس الحدود الساعه 9:30 في مسابقه الدوري. بعدها هيكون عندنا يوم الاحد، يوم الاحد 25 يونيو هنلاعب منتخب السويس، ده في دور ال 32 في كاس مصر. 25 يونيو منتخب السويس في كاس مصر، المباراه هتبقى الساعه 8:30. نرجع بعد كده للخميس 29 يونيو في نفس الاسبوع، كل سنه وانتم طيبين، ده هيبقى تاني ايام عيد الاضحى المبارك. كل سنه يا رب وكل الامه العربيه والاسلاميه وكل الشعب المصري يا رب بجميع اطيافه بالف خير. يوم الخميس 29 يونيو هنلعب البنك الاهلي في الدوري الساعه 9:30. بعد كده نروح ليوم الاحد 2 يوليو هنلعب فيوتشر، مباراه مهمه جدا. فيوتشر عنده والله الحقيقه كل الفرق عندها الدوافع، سواء بنك اهلي أو إسماعيلي أو فيوتشر اللي في مقدمة الجدول عايز يحافظ على فرصته في الدخول في المربع الذهبي، يحاول يلعب دوري أبطال أو على أقل تقدير يبقى كونفدرالية، أو اللي في آخر الدوري بيحافظ على فرصه في محاولة الاستمرار في البطولة. فهيبقى كلها ماتشات صعبة وماتشات نارية يعني. لحد 2 يوليو عندنا فيوتشر 8:30 في الدوري، الأربع 5 يوليو هيكون عندنا الإسماعيلي إن شاء الله 8:30 في الدوري، ثم السبت 8 يوليو هيكون عندنا الاتحاد السكندري الساعه 7 مساء في الدوري العام. خمس ماتشات في الدوري، مباراه واحده في الكاس. الخمس ماتشات يكفوا ان شاء الله باذن الله في حاله فوز الاهلي بيهم ان هو يضمن لقب البطوله الخامسه في اطار سعيه لتحقيق سبع بطولات تحت قياده مارسيل كولر المدرب الحقيقه